للوقوف أكثر على استمرار تفاقم الأزمات في لبنان وأسبابها ودور حزب الله فيها، ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت المحامي وأستاذ القانون الدولي الدكتور طارق شندب. دكتور طارق، مرحبا بك. يعني أعضاء من الكونغرس الأمريكي في لبنان في زيارة، كيف تقرأ هذه الزيارة وتوقيتها؟ هي زيارة يعني لاستطلاعية للتحضير يعني لمحاولة دعم لبنان وإخراج لبنان من مشكلة الفساد ومشكلة ما يعتري المنظومة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من انهيار تام. ولكن إلى أي مدى هي جادية هذا الأمر غير مطروح حتى الساعة، ولكن هي زيارة تأتي دوريا من قبل بعض أعضاء الكونغرس من أصول لبنانية، التقوا خلالها بالمسؤولين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وشخصيات سياسية أخرى. وكان المطلب الرئيسي أو سؤال تلك الشخصيات أو الوفد للشخصيات السياسية اللبنانية عن تنفيذ القرارات الدولية 1701 و 1559 واللذان ينصان صراحة على سحب سلاح الميليشيات كمدخل أساسي لإيجاد الحل السياسي في لبنان وتطبيق الدستور وفق اتفاق الطائف. وهذا السؤال طرحوه على رئيس الحكومة وعلى رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى المشكلة الأساسية المتمثلة بوقف الهدر، وقف السرقات، إجراء محاسبة مالية تسهيلا لإجراء تعاون مع صندوق النقد الدولي لتشجيع الدول على دعم لبنان. المشكلة الرئيسية في لبنان هي مشكلة الفساد السياسي والفساد المالي، وعندما نتكلم عن الفساد السياسي والفساد المالي فهو ينطبق على كل الطبقة السياسية الموجودة في لبنان ومعظم الطبقة الإدارية. وهذه المشكلة الرئيسية في لبنان، أنه لا محاسبة لهؤلاء الفاسدين. فحتى أن المؤسسات الدينية والشرعية وصل إليها الفساد، فمثلاً المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الذي يفترض به أن يكون ممثلاً للطائفة السنية يوجد من داخله شخص فاسد معروفاً بانتماءاته السياسية المعادية للتوجه اللبناني، وقد وجه كتابا من قبل مؤسسات وشخصيات مثلا على سبيل المثال لمفتي الجمهوريه لطرد هذا الشخص الفاسد، وحتى هذه اللحظه لا معالجه. هذه هي المشكله الرئيسيه في لبنان عندما نتكلم عن الفساد في جميع الدوائر. جاءت بعد عقوبات طالت مقربين لميليشيا حزب الله من الافراد، يعني فرضت عليهم عقوبات امريكيه. البعض يصف ان هذه السياسه الامريكيه هي سياسه ناعمه. ترى كيف يعني ممكن أن تكون تأثير هذه السياسة الأمريكية على ميليشيا حزب الله؟ للتوضيح أن الولايات المتحدة الأمريكية تصنف حزب الله كأفراد وكجماعة منظمة إرهابية. أما العقوبات التي فرضت في الفترة الأخيرة فهي على أشخاص متحالفين مع ميليشيا حزب الله كوزير الخارجية السابق جبران باسيل وغيره من الشخصيات اللبنانية التي تعتبر الإدارة الأمريكية أنهم يخدمون مصلحة ميليشيا حزب الله، وهم بالفعل قدموا خدمات كبرى لميليشيا حزب الله سواء خدمات سياسية أو خدمات مالية أو غيرها حسب القرار الصادر عن الخارجية الأمريكية. ولكن موضوع الدعم الأمريكي للدولة اللبنانية يأتي مباشرة إلى الجيش اللبناني وإلى بعض مؤسسات المدنية، وهذا ما أكد عليه الوفد اليوم باعتبار أن المؤسسات المدنية التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية لا ترتبط بالحكومة اللبنانية. فالحكومة الأمريكية والإدارة الأمريكية تعرف أن الحكومة اللبنانية أو الطبقة السياسية في لبنان في معظمها هي طبقة فاسدة ولا تثق بها، ولذلك هذا الأمر لا يختلف عن أو لا يتناقض مع العقوبات المفروضة على حزب الله، على ميليشيا حزب الله وعلى الأفراد الذين يعملون لخدمة هذه الميليشيا والذين هم سبب رئيسي من أسباب الانهيار المالي والاقتصادي والسياسي في لبنان، باعتبار أن السلاح الذي يحمله حزب الله الإرهابي والذي يستعمله لحماية الفساد في لبنان قد تحالف مع الطبقة الفاسدة، أي أن السلاح يحمي الإرهاب أو أن الإرهاب يحمي الفساد والفساد يحمي الإرهاب وكل مستفيد من الآخر. وهذا ما حصل في لبنان عندما تحالفت معظم الطبقة السياسية من فوق الطاولة ومن تحت الطاولة مع ميليشيا حزب الله الإرهابية، وعندما استفادت ميليشيا حزب الله الإرهابية من هذا التحالف فصاعد في البلاد شرقا وغربا وجنوبا وشمالا تهريبا للمخدرات، قتلا للناس، الذهاب إلى سوريا، إلى الخليج، إلى السعودية، إلى اليمن، إلى العراق، إلى سوريا،
وارتكاب أبشع الجرائم دون أن تقوم الحكومة اللبنانية بمحاسبة أي من هؤلاء. وبالتالي هذا هو التحالف الذي بين الطبقة السياسية وبين ميليشيا حزب الله. والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها يعرفون أن هذا التحالف القائم بين الطبقة السياسية وبين ميليشيا إرهابية هو يعني مستمر. لذلك الحكومة الأمريكية وزارة الخزانة بالذات تقوم من فترة إلى أخرى بفرض عقوبات وكان آخرها كذلك على شخصيات من غير حزب الله بل مقربين من تيار المستقبل باعتبارهم يقومون بأعمال فساد. تبريرا كذلك للعقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على المقربين من ميليشيا حزب الله، طبعا كمبرر هو تجفيف منابع الفساد في لبنان، ترى كيف يعني ترى استجابة البنك المركزي اللبناني لذلك؟ لنكن صريحين وواضحين، منظومة الفساد بلبنان هي منظومة متكاملة متشابكة مع بعضها تخدم بعضها البعض، وللأسف أن أكثرية القوانين في لبنان هي تهدف لحماية الطبقة السياسية، حماية النواب والوزراء، وحماية مركز حاكم مصرف لبنان في الملاحقات الجزائية، حيث أن الأمور كثيرا هي معقدة في الإجراءات الجزائية لملاحقة أي من هؤلاء على ارتكابهم للمخالفات. ولذلك لم نرى أي فاسد من أو أي متهم بالفساد من هؤلاء، ولا حتى حاكم مصرف لبنان ولا غيره قد مثلوا أمام القضاء أو قد اتخذت إجراءات قضائية بحق هؤلاء الفاسدين. وبالتالي هذا هو الخطير في الموضوع، أن القوانين التي وضعت في لبنان والتي وضعها المشرع اللبناني هي بأكثريتها تهدف إلى حماية الفاسدين وحماية الطبقة السياسية. الولايات المتحدة الأمريكية والدول المانحة للبنان تحاول ليس فقط تجفيف منابع الإرهاب وإنما تجفيف منابع الفساد. لذلك نرى كذلك أن هناك خروقات الآن تقوم بها الدولة اللبنانية أو بمعرفتها لقانون قيصر المفروض على سوريا، وهذا يساهم في دعم الإرهاب في ميليشيا حزب الله اللبناني. إضافة إلى أن سقوط بعض الأجهزة الأمنية والقضائية عن قيام ميليشيا حزب الله الإرهابية بعملية التهريب وباستخدام المرافق اللبنانية وباستخدام سلطة الدولة في مجالات عديدة يساعد كذلك على أو يدعم الإرهاب الذي المنظم لميليشيا حزب الله وسط سكوت من القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية. والغرب والدول الداعمة والولايات المتحدة الأمريكية يعرفون ذلك، لذلك نراهم يعني يأتون في كل مرة محاولين تخليص لبنان كما يدعون من تلك الهيمنة المسيطرة لميليشيا حزب الله التي تتم بواسطة من؟ بواسطة الطبقة السياسية، لأن الطبقة السياسية التي تدعي في العلن أنها تحارب ميليشيا حزب الله هي متحالفة معه. وكثيرا ما رأينا في كثير من المجالات كيفية تحالف هذه الطبقة السياسية داخل المجلس النيابي وفي مجلس الوزراء، وهذا أمر واضح للجميع. المحامي وأستاذ القانون الدولي دكتور طارق شندب، كنت معنا عبر سكايب من بيروت، شكرا جزيلا لك.